للمباراة وفي تعامله مع المباراة وفي تعاطيه مع المباراة. انت اليوم تقابل لاعب فريق زي ما تحدثنا، انت تقابل بطل آسيا وتقابل فريق متعادل في آخر ثلاث مباريات. هذا كارلوس إدواردو يتلقى جائزة الشهر لأفضل لاعب في شهر أكتوبر ما قبل الماضي. إدواردو حصل عليها واليوم ما شارك طبعا. يستحق إدواردو حقيقة، قدم يعني مستويات متميزة مع الهلال وكان علامة فارقة حقيقة إدواردو. ممتاز مستويات الفريق. طيب بنحكي في الشوط الثاني، تتوقعون تستمر الأمور على ما هي عليه لصالح الهلال؟